من القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. مصر والهند زيادة التعاون العسكري، رئيس معهد التخطيط وزيادة أسعار البنزين، تحذير للمتعافين من فيروس سي، أغرب سبب للاعتذار في العالم. وإليكم تفاصيل النشرة. دفعة جديدة للتعاون العسكري بين مصر والهند، فقد عاد إلى القاهرة الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع بعد انتهاء زيارته الرسمية للهند والتي استغرقت عدة أيام. التقى خلالها مع وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سوزرمان، حيث تبادل اللقاء سبل التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وكذلك تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات وانعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية. كما ناقش الجانبان أبرز التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة للحرب على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط. بريطانيا أكبر دولة أجنبية مستثمرة في مصر، هذا ما أكده المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن إجمالي استثماراتها تصل إلى 5,600,000,000 دولار من خلال 1,450 شركة، وذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع جون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة، وتناولت مستقبل العلاقات الاقتصادية بين القاهرة ولندن في ضوء الإعلان عن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي والذي سيدخل حيز التنفيذ مارس 2019. كما ناقش الجانبان سبل تحقيق المزيد من التوازن في الميزان التجاري بين البلدين والذي يميل بنسبة كبيرة لصالح بريطانيا. لا توجد زيادة في أسعار الوقود أو الكهرباء حتى يوليو المقبل، هذا ما أكده الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، مشيرا إلى أن رؤية مصر 2030 هي خطة طموحة جدا وتسير في الاتجاه الصحيح، موضحا أن حزمة الإصلاحات ترتبت عليها مجموعة من النتائج الإيجابية مثل إلغاء السوق الموازية للعملة، كما ارتفع الاحتياطي ليصل إلى 37 مليار دولار للمرة الأولى منذ يناير 2011، بالإضافة إلى انخفاض حجم الواردات من 52 مليار إلى 23 مليار دولار، كما ارتفعت نسبة الصادرات إلى 11%، وهو ارتفاع طفيف بسبب تأخر قانون الاستثمار الذي صدر بالفعل مع لائحته التنفيذية. تحذير للمتعافين من فيروس سي، فقد قالت الشركة المصرية للأمصال واللقاحات إن وزارة الصحة ألزمت جميع المرضى المتعافين من الفيروس الخطير بالحصول على تطعيم فيروس بي لكونهم أكثر عرضة للإصابة به من غيرهم، كما أن الفيروسين متشابهين في انتقال العدوى وحدوث الانتكاسات. وأكدت الشركة توفر تطعيمات الالتهاب الكبدي بسعر 35 جنيه للجرعة الواحدة للكبار والصغار. لا رجعة عن المصالحة الوطنية، هذا ما أكده يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة، مشددا على أن استمرار الانقسام دمار للمشروع الوطني الفلسطيني ولا يستفيد منه إلا الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن لم نستطع حشد جهودنا لطي صفحة الانقسام فإن شعبنا بعد عام سيعض أصابع الندم على ضياع هذه الفرصة التاريخية، مشيرا إلى مضي حماس في تذليل الصعاب لإنجاح المصالحة وتحقيق الشراكة التي من شأنها أن تكون رافعة لمشروع التحرير والعودة وتشكيل المجلس الوطني وإعادة تفعيل منظمة التحرير كمظلة جامعة للكل. أغرب سبب للاعتذار، فقد سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على اعتذار شركة سكك حديدية يابانية لمغادرة أحد القطارات 20 ثانية قبل موعدها، وقالت إن هذا الخبر سيضع ابتسامة على وجوه العديد من الركاب حول العالم الذين يتم إلغاء رحلاتهم مرات دون تقديم أي اعتذار. وجاء في بيان نشرته الشركة التي تشغل قطارات تربط مدينتي طوكيو وتسوكوبا، نعتذر بصدق لأن القطار انطلق 9:44 و20 ثانية، في حين أنه كان من المفترض أن يتحرك عند 9:44 و40 ثانية. إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه النشرة، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة بإذن الله.